أكد القائمون على حملة كان لمكافحة السرطان أن برنامج التوعية بسرطان الثدي الذي أطلقته الحملة سيحقق نتائج متميزة خلال السنوات العشر المقبلة، ويساهم في رفع نسبة اكتشاف الإصابة بالمرض مبكرا. وخلال الحفل الختامي للحملة التوعوية الثانية لمرض سرطان الثدي التي تقام تحت شعار أنت تستحقين اهتمامنا، التي نظمتها كان برعاية محافظ الأحمدي، أكد القائمون على الحملة أن دولة الكويت أول دولة عربية تطبق برنامج الفحص الذاتي على طالبات الثانوية العامة. الآن الطب الحديث يتوجه نحو زيادة المقاومة والحماية من الأمراض، ويقع المسؤولية على الإنسان نفسه. شوي شوي تتخلى وزارة الصحة عن تقديم الخدمات، لأغلب الأمراض الحمد لله أصبحت الآن تحت السيطرة. الأمراض النفسية والأمراض الاجتماعية والأمراض المزمنة التي ستجابهنا هي التي يجب نهتم فيها. إن رعاية معالي الشيخ فواز خالد حمد الصباح محافظ الحميدي لهذه الحملة التوعوية تأتي ضمن أحد مسارات الرئيسية للمشروع التنموي بعيد المدى. محافظتي اسم هذا المشروع محافظتي أجمل، الذي أطلقته المحافظة منذ مطلع عام 2015. يعني الشهر العالمي هو العادة شهر، بس إحنا هالمرة شهرين. فهذه المرة انتشرت كثير من المحاضرات الجماهيرية، شفنا صداها وردود فعلها أكثر بكثير من لما تكون محجوزة.